ينضم إلينا السيد محمد حواري الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. أهلا بك سيد الحواري. بداية، ما هي الأولويات التي يتم بناء عليها إعطاء اللقاح للاجئين في المخيمات؟ في الحقيقة اليوم خالي منصفين، ويوم تاريخ يعتبر في تاريخ الإنسانية، تكون دولة مثل الأردن تعاني ما تعانيه وتضم لاجئيها وجميع ساكنيها ضمن مواطنيها في الخدمة الاستجابة ضمن الخطة الوطنية للاستجابة لكورونا، ومن ضمنها صاحب مجان. وبالتالي الإجابة على سؤالك هو لا يتفق ما بين الأردن والسوري والعراقي بناء. اليوم تم تطعيم لاجئين من مخيم الزعتر، هم فئة برحل، وبعض منهم يعتبروا في الخطوط الأولى لإجابة الخدمات الصحية. بالإضافة شهدنا أول سيدة قام بتطعيمها، ألا وهي عراقية في مدينة إربد، هي طبيبة وزوجها أيضا طبيب، هي طبيبة صيدلة وزوجها طبيب باطنية، وهم أيضا يساندون الطواقم الطبية الأردنية في الاستجابة لكورونا. بالتالي الفئات هي تحدد كما هو على الأردنيين، نعم، يطبق على اللاجئين. لربما البعض يتساءل، ما هي آلية تسجيل اللاجئين لتلقي اللقاح؟ هل يتم استخدام ذات المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة للتطعيم؟ نعم صحيح، ذات المنصة. وأيضا صار يعني في كانت عملية مسهلة، بحيث أنه اللاجئ يقوم فقط بإدخال رقم اللجوء الخاص به لما تسوي برقم التسجيل لدى المفوضية، ويعتبر في داخل المنصة بديلا عن الرقم الوطني للأردني، وبديلا لمن هم حملة الإقامات أو الضيوف الذين لديهم جوازات سفر. يعني يعتبر نمط التسجيل هو نمط تسجيل كما الأردني أو من هو يحصل على أوراق ثبوتية كاملة داخل الأردن. بالتالي إعطاء اللقاح لا يقتصر فقط على اللاجئين داخل المخيمات، وإنما أيضا اللاجئين في المناطق الحضرية أيضا والمدن بإمكانهم تلقي اللقاح من خلال المنصة. نعم، أصلا في البداية أول لاجئ تم الحصول على اللقاح هو اللاجئة العراقية وزوجها، الأطباء من إربد، هم من سكان المناطق الحضرية، ثم أتم بعد ذلك منهم في الزعتري والمفرق، وسيكون في القريب العاجل المراكز المخصصة للتطعيم مجهزة في داخل المخيمات، بحيث سكان قاطني المخيمات يستطيعوا الحصول على التطعيم داخل المخيمات، وهناك من هم في خارج المخيمات يراجع المراكز الأقرب لديهم صحيا بناء على الرسائل النصية التي تصلهم من خلال المنصة، التي من شأنها التوجه بالموعد والمكان الذي سيتلقوا فيه اللقاح. نعم، شكرا جزيلا لك الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد حواري، كنت معنا عبر الهاتف.